بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان، ويوم جديد واستاد الأهلي. النهاردة حلقة هنتحدث فيها عن كل ما جرى في الجولة الخامسة من الدوري العام، لقاء الأهلي والاتحاد السكندري، أيضا استعدادات نادي الأهلي للقاءي الرجاء، وأيضا النجم الساحلي في ضيافة كابتن مصر والنادي الأهلي والجناح الطائر كابتن ياسر ريان. منور النهاردة كابتن. أهلا كابتن محمد، نورنا دايما كده، ان شاء الله كده نتمتع بتحليلك الجميل. سعيد بوجودي معك ان شاء الله، ونقدم حاجه كويسه للمشاهد ان شاء الله. في بدايه الكلام، في بعد ماتش الاهلي والاتحاد، كابتن وليد سليمان كان في تدخل عنيف من احد اللعيبه في فريق الاتحاد. التدخل صراحه كان في نوع من تعمد الايذاء، وفي الوسط الرياضي دايما بيبقى اللعيب لازم يخاف على اللعيب اللي زيه، يعني لازم يكون في الى حد ما روح، في روح الملعب، الفري بلاي، ده هو ده شعار الفيفا. واحنا عندنا ما بيننا وما بين بعض لازم نخاف على بعض. النادي الاهلي عنده ماتش مهم جدا قدام النجم الساحلي والممثل الوحيد للكره المصريه، واحنا فرحانين بتاهل مونديال وفرحانين بيه، كلام كبير وكلام مهم والحياه حلوه، والنادي الاهلي بيمثل مصر ودايما تطلع تسمع الكلام، واحنا كلنا مع النادي الاهلي. ولكن جوه الملعب لما عندي لعيب بقيمه وليد سليمان اخش عليه دخله زي دي، والدقيقه كام؟ الدقيقه 95 يا كابتن هشام، في الدقيقه 95 الدخله زي ديت هتستفاد منها ايه؟ احنا مش عارفين. فيطلع بعد كده تسمع بقى بعض التصريحات الثانيه، واعلاميين يقول لك اصل هشام شحاته جاله ارتجاج في المخ من تدخل وليد سليمان. طب هو هيكمل الماتش ازاي وهو عنده ارتجاج في المخ؟ فالكلام دوت ابتدي تحور، حتى الغلط بقينا بنحوره بدل ما نعترف ان هو غلط ونقول احنا متاسفين، لا احنا كمان بنصر على الغلط ونحوره ونخلي الراجل اللي بقى فجاه بعد ما دخل دهس وليد سليمان فجاه واخد بقى طلقه في دماغه، ويبتدي بقى تحسه ارتجاج في المخ وكلام ما تفهمش هو رايح فين ولا ايه السبب. حاجة يعني غريبة جدا يا كابتن ياسر، يعني فين 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 الرياضة وفين المعنى بتاع الرياضة وفين يعني النادي الأهلي بيلعب باسم مصر قدام النجم؟